بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط في هذه الوحدة الأولى، وهي بعنوان حقوق وواجبات. تكلمنا في اللقاء السابق عن درس التحليل الأدبي، وتعرفنا عن قائل هذا النص المقنع الكندي، وسبب تسميته بهذا الاسم، وما دار بينه وبين بنو عمومته من مشاحنات وخصامات. اليوم بمشيئة الله تعالى نتكلم عن درس جديد من دروس هذه الوحدة، وهو من الدروس اللغوية. نبدأ بدرس الرسم الإملائي، وهو بعنوان الألف اللينة في الأفعال الثلاثية. الألف اللينة في الأفعال الثلاثية، تكلمنا سابقا عن الألف اللينة في الأسماء الثلاثية، فانتبه معي. تهيأ، أسترجع ما درسته في الصف الثاني المتوسط بتأمل النشاط التالي. أتذكر أن أعلم عزيزي الطالب أن الألف اللينة إذا جاءت متوسطة تكتب ألفا قائبة، قال تعالى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، سورة الأنفال الآية 40. انتبه معي، لمعرفة أصل الألف في الأسماء الثلاثية تستطيع أن ترجع للمعاجم اللغوية ويلاحظ مثناها، مثل المثنى مثل عصا عصوان، فنجد أن أصل هذه الألف الواو، لأنها في المثنى جاءت واو، وجمعها أيضا نستطيع أن نجمع الكلمة مثل فتى فتية، ومفرد الكلمة إن كانت جمعا نرجع الكلمة إلى المفرد، العكس إن كانت جمعا مثل خطى خطوة، وأيضا نستطيع أن نرجع إلى الصفة المؤنثة مثل العمى عمياء، الصفة المؤنثة مثل العمى عمياء. ثلاثة، إكمال هذا أولا إكمال الجدول كما في المثال، انتبه معي، أولا إكمال الجدول كما في المثال، نجد الاسم سنة، عدد أحرف هذا الاسم ثلاثة أحرف، وكيفية كتابة الألف اللينة المتطرفة كتبت قائمة، التوضيح طبعا لأن أصلها الواو. الأذى عدد أحرفه ثلاثة، كيفية كتابة الألف اللينة المطرفة كتبت على صورة ياء لأن أصلها أيضا الياء. الاسم العمى عدد الأحرف ثلاثة، كيفية كتابة الألف اللينة المتطرفة كتبت على صورة ياء لأن أصلها أيضا الياء. القرى كلمة القرى عدد الأحرف ثلاثة، إذا جردنا الكلمة الشباب يا شباب، إذا جردنا الكلمة الأذى صير أذى، وعمى وقرى، وأيضا ربا، فانتبه. العمى عمى، نجد أن هذه الكلمات كلها ثلاثة أحرف، ولكن اختلفت كتابة الألف اللينة المطرفة بسبب أصلها، فثلاثة على صورة كتبت على صورة ياء لأن أصلها الياء، وقرى ثلاثة على صورة ياء أيضا لأن أصلها الياء. أما الربا ثلاثة أحرف، كيفية كتابة الألف اللينة المتطرفة كتبت قائمة، وذلك لأن أصلها الواو. للخطى ثلاثة أيضا عدد الأحرف ثلاثة وكتبت قائمة لأن أصلها واو. والوراء ثلاثة كتبت على صورة ياء لأن أصلها أيضا الياء. شوف عدد الأحرف ثلاثة كتبت، أو كيفية كتابة الألف اللينة المتطرفة كتبت قائمة، والتوضيح لأن أصلها أيضا الواو. الهدى
عدد الأحرف ثلاثة. كيفية كتابة الألف؟ كتبت على صورة ياء غير منقوطة لأن أصلها ياء. تستطيع أن تستنتج عزيز الطالب أن الألف اللينة إذا جاءت متوسطة تكتب ألف قائمة، وأيضا تستطيع أن تعرف أصل هذه الألف في هذه الأسماء الثلاثية بالرجوع للمعاجم أو التثنية أو الجمع أو الإفراد أو الصفة المؤنثة. هذا ما تستطيع أن تكتبه في استنتاجك. نأتي بعد ذلك عزيزي الطالب إلى أتأمل الأفعال التالية ثم أنفذ المطلوب. حكى، رمى، دعا، سما، كوى، هوى. تأمل هذه الأفعال، هذه كلها أفعال، نوع هذه الأفعال ثلاثية. أكتب من ذاكرتي أفعالا على غرار الأفعال السابقة. سعى، أستطيع أن أقول جرى، روى، نمى، صفى، شفى. كل هذه أفعال ثلاثية، أفعال ثلاثية. أتعاون مع مجموعتي لإكمال التالي وفق المطلوب. انتبه معي، أسجل في الفراغ التالي ما أريد معرفته عن الأفعال السابقة. ماذا تريد جدول التعلم؟ ماذا أريد؟ ماذا أعرف؟ عرفنا أن الألف اللينة تأتي في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، وفي الأسماء الثلاثية تكلمنا عنها. طيب ماذا تريد أن تعرف؟ أريد أن أعرف كيفية كتابة الألف اللينة في الأفعال الثلاثية، كيف أكتبها في الأفعال الثلاثية. فانتبه معي، الألف اللينة في الأفعال الثلاثية تأتي ثالثة، وقد تأتي قائمة، وقد تأتي على صورة ياء غير منقوطة. تأتي ترتيبها الثالث في الكلمة، وتأتي قائمة طويلة، وقد تأتي على صورة الياء غير المنقوطة. هذه هي أشكال الألف اللينة في الأفعال الثلاثية، فقد تكون قائمة وقد تكون على صورة ياء غير منقوطة. أسجل في الفراغ التالي ما أريد معرفته أيضا عن الأفعال السابقة. أستطيع أن أقول متى تكتب الألف اللينة في آخرها ألفا، ومتى تكتب ياء. متى أكتب، أستطيع أن أكتب الألف اللينة آخرها ألف للألف القائمة، ومتى أستطيع أن أكتبها على صورة الياء. هذا ما أود أن أعرفه عن الأفعال السابقة، ما أريد معرفته. أولا أقرأ العبارات التالية وأتأمل الكلمات الملونة لأجيب وفق المطلوب. انتبه معي، قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، سورة الإسراء الآية 23. فجاء معلم البشرية ودعا إلى احترام حقوق المرأة. فبدا لهم الكثير من الأسرار، فوعى بذلك العقل الإسلامي وعلى شأنه. قال الشاعر: فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا. أقوم في ثانيا أنسخ الأفعال الملونة في الفراغ التالي مع قراءتها بصوت منخفض. قضى، الأفعال الملونة قضى، وأيضا دعا، وأيضا بدا، وعى. كل هذه الأفعال جاءت في الأمثلة السابقة، وأيضا بنى وعلى، بنى وعلى. نأتي بعد ذلك في ثالثا، ما ترتيب الألف اللينة في الأفعال الثلاثية السابقة؟ نجد إذا رجعنا إلى الأفعال في بنى، على، بدأ، وعى، قضى، دعا،
نجد أن هذه الألف جاء ترتيبها الحرف الثالث، جاء ترتيب هذه الألف جاءت ثالثة. ثانيا، أتعاون مع من بجواري في تنفيذ ما يلي. أولا، تصنيف الأفعال السابقة وفق نهايتها على غرار المثال المعطى مع الاستعانة بالشكل التالي. انتبه معي، هذه الرسمة، ماذا نسمى هذه الرسمة إخوان الطلاب؟ هذه الرسمة تسمى أو نستطيع أن نسميها بالرسوم التوضيح أو رسوم التصنيف. الألف اللينة في آخر الأفعال الثلاثية، تستطيع أن تقوم بتلخيص الدرس على هذه على هذا الشكل أو هذه الطريقة. ألف قائمة، ترسم ألف قائمة مثل دعا. نجد أن الألف هنا جاءت قائمة، دعا وعلى، على فعل ثلاثي جاءت الألف قائمة، بدا نفس الشيء جاءت الألف ثالثة وهنا كتبت قائمة. أو طريقة ثانية، ألفا على صورة الياء غير المنقوطة، على صورة الياء يا شباب غير المنقوطة، مثل بنى جاءت على صورة الياء غير المنقوطة، جرى أيضا جاءت على صورة الياء غير المنقوطة، روى جاءت ثالثة وكتبت على صورة الياء غير المنقوطة. ثانيا، تحويل الأفعال السابقة إلى أفعال مضارعة على غرار المثال المعطى. انتبه، دعا هذا فعل ماض، دعا نريد أن نحول هذا الفعل إلى المضارع فتصير يصير يدعو، بنى صير يبني، فعل المضارع منه يبني، سمى المضارع يسمو، على يعلو. نجد أن هذه الأفعال تحولت من الماضي إلى المضارع. جرى أيضا زيادة على ما عندكم، يجري وروى يروي، كل هذه أمثلة تستطيع أن تكتبها عزيز الطالب للاستعانة بها. ثلاثة، تصنيف الأفعال السابقة حسب أصل الألف فيها، حسب أصل الألف فيها. نجد أن مربع على اليمين تستطيع أن تقول إما أن يكون أصلها واو فتكتب قائمة مثل على وبدا ودعا، على قلنا يعلو، إذا كان أصلها واو فتكتب قائمة مثل على يعلو بدا ودعا نفس الشيء. فنجد أن هذه الأمثلة وضحت لنا أن الألف اللينة في الأفعال الثلاثية تستطيع أن تقول أن أصلها إذا كان أصلها واو تكتب قائمة مثل على يعلو ودعا يدعو، وإما أن يكون أصلها يا مربع اليسار، إما أن يكون أصلها يا فتكتب على صورة يا غير منقوطة مثل جرى وروى ووعى، جرى يجري ويروي، كل هذه وبنى يبني، كل هذه الأمثلة تستطيع أن تستنتج منها أن الألف اللينة في الأفعال الثلاثية إذا كان أصلها يا فتكتب على صورة يا غير منقوطة. طيب الآن ما هي الطريقة؟ في رابعا، تحديد الطريقة يمكن التي يمكن أو يمكن أن أتعرف بها على أصل الألف اللينة في الفعل الثلاثي. تأتي أو نأتي بالفعل المضارع أو المصدر، رجعنا بالفعل من الماضي إلى المضارع لنعرف أصل الألف، وتبعا للقاعدة تكتب الألف إما ألفا أو ياء، إذا كان أصلها الواو قلنا أنها تكتب ألف قائمة، وإذا كان أصلها الياء فإنها تكتب على صورة الياء غير المنقوطة.
اعلم ان عزيز الطالب الفعل الثلاثي المختوم بألف لينة تكتب ألف قائمة إذا كان أصلها الواو، وتكتب على صورة الياء ياء غير منقوطة إذا كان أصلها الياء. وهذا الأصل يمكن معرفته من كتب اللغة، ومما يساعد أيضا لمعرفة هذا الأصل معرفة المصدر أو صياغة المضارع، أيضا نرجع إلى المضارع، أو إسناد هذه الأفعال إلى تاء الفاعل. ومن أمثلة ذلك في رمى، رميت يرمي مضارع، رميت رميا المصدر. بكل سهولة تستطيع الطالب أن تستخدم المضارع أو إسناد إلى تاء الفاعل أو المصدر أو رجوع إلى كتب المعاجم حتى تصل إلى أصل هذه الألف، ومن ثم تستطيع أن تكتب هذه الألف قائمة أو تستطيع أن تكتبها على صورة الياء غير المنقوطة. ثالثا، أعيد جمع ما كتبته في المربعات السابقة لأحصل على قاعدة الدرس. انتبه، قاعدة الدرس بكل سهولة أن الألف اللينة هي ألف ساكنة وتأتي في وسط الكلمة أو في آخرها، وتكتب ألفا أو ياء، ولكنها تنطق ألفا مطلقا في كل الحالات. تكتب ألف، تنطق ألف مطلقة، ولكن تختلف في صورة رسم الكلمة، هل ألف قائمة أم على صورة ياء غير منقوطة. أعود إلى نشاط التهيئة ثم أفسر ما كتبته في ضوء معلومات جديدة حول موضوع الدرس. تستطيع أن تقول الألف اللينة في آخر الأفعال الثلاثية، إما أن تكون الألف اللينة في الأفعال الثلاثية تكتب على صورة الألف إذا كان أصلها واو، أو أن الألف اللينة تكتب على صورة ياء الغير منقوطة إذا كان أصلها أيضا الياء. فالألف اللينة في آخر الأفعال الثلاثية، إما أن تكون ألف أصلها الواو أو أصلها الياء. فإن كان أصلها الواو فتكتب ألف قائمة، وإن كان أصلها الياء فتكتب على صورة الياء غير المنقوطة. انتبه معي في ثالثا وأخيرا في هذا الدرس، لو أن هناك عددا من أقربائي لديهم مشكلة في كتابة الألف اللينة في الأفعال الثلاثية، وكانوا قد قرأوا عن ذلك أكثر من مرة ولكن دون جدوى، وصمم لهم شكلا يحوي الموضوع وتفاصيله ليعينهم على حل هذه المشكلة. تستطيع عزيز الطالب أن تستخدم رسمة من الرسوم الإيضاحية لتوضح لنا ما استنتجته وما فهمته من هذا الدرس. فالألف اللينة في الأفعال الثلاثية تكتب على صورتين، إما على صورة الألف القائمة إذا كان أصلها الواو، وإما على صورة الياء غير المنقوطة إذا كان أصلها الياء. إلى هنا أبنائي وأعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط، نكون قد انتهينا من كتابة ورسم الألف اللينة في الأفعال الثلاثية، وتستطيع عزيز الطالب الآن أن تقول أن الألف اللينة تأتي على صورتين، إما على صورة الألف القائمة مثل دعا، وعرفنا كيف أعرف أصل هذه الألف، وتستطيع أيضا أن تقول أن الألف اللينة ترسم على صورة ياء غير منقوطة مثل الفعل بنى، تستطيع أن ترجع الفعل للمضارع أو إلى المصدر، وأيضا تستطيع أن تسند هذا الفعل إلى تاء الفاعل، وتستطيع
تستطيع أيضا أن ترجع إلى المصدر لمعرفة أصل هذه الألف. إلى هنا أبنائي وأعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع درس جديد في لقاء جديد، وأستودعكم الله، تحياتي لكم جميعا، وفقكم الله وسدد خطاكم.